كلمة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. في كتير ناس عم تسأل ليش نحن لوحدنا اليوم عم نخوض هيدي المواجهة؟ نحن لوحدنا لأنه لوحدنا ما هن بيشوفونا لوحدنا، بس نحن عنا أكبر ثروة، ونحن اليوم نعتبر أنه بمجرد أنه نحن موجودين بقلب وبضمير كل إنسان آدمي بلبنان، نحن الأكثرية وهن لوحدهم. نحن اليوم عم نطلق مشروعنا، بس عم نطلقه انطلاقاً من كل الأعمال والمواجهات يلي خضناها على مدى 9 سنوات يلي مضيت. نحن بكل المرحلة السابقة حملنا مشروع والتزمنا فيه. نحن بال9 سنين الماضية حملنا مشروع عقد الاستقرار، قدمناه لإلكن والتزمنا فيه خلال كل ولايتنا. نحن ما أخذنا ثقتكم على أساس مشروع وعملنا نقيضه. نحن ما وعدناكم أنه رح نخوض مواجهات وتلكأنا عنه. نحن وعدناكم ووفينا بكل وعود. أما اليوم بدنا نطور هذا المشروع. أنتوا شفتوا أدائنا بال9 سنين الماضية، شفتوا مدى التزامنا بعقد الاستقرار يلي تحقق جزء كبير منه. نحن اليوم عم نطور هذا المشروع وعم ننتقل إلى مشروع 131 يلي هو استكمال لعقد الاستقرار، يلي هو تطوير لعقد الاستقرار ب 131 خطوة عملية رح تقدروا تطلعوا عليها على الويب سايت، وأكيد رح نوزعه على كل المناطق اللبنانية. بمشروعنا 131 في أمور بديهية سألنا حالنا منحطها ما منحطها. صراحة استحينا أنه نحطها بس اضطرينا نحطها. في أمور بديهية مش مفترض تكون ببرنامج انتخابي. إنه شو بدنا نقلكم؟ بدنا نجيب كهرباء بلا سرقة؟ شو هالإنجاز؟ للأسف مضطرين نقول هيدا الشيء صار. شو بدنا نقلكم؟ بدنا نعالج النفايات ما بدنا نكبها بالبحر؟ بهدلة بس مضطرين نقولها، لأنه للأسف الأداء هيك. شو بدنا نقلكم؟ أنه الأولويات الاقتصادية أو الأولويات المالية للدولة لازم تكون المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية، مش البطاقة الممغنطة وتغيير نمر السيارات. أنه بهيدي الحشرة يلي البلد عم بينهار فيه اقتصادياً هلأ زعجتنا نمرة السيارة؟ هيدا الشيء الوحيد يلي زعج المسؤولين تبعنا، أنه هيدي النمرة دخلكم. شو الفرق بين اللي كانت ولا
شو عملوا يعني؟ دفعنا كل هالملايين كرمال شو؟ ما فهمنا. عم بتطلع بهالنمرة مش عم شوف شو الفكرة يعني؟ نجي نحط هلا بهالحشرة عم نفتش على ليرة من غيمة عشرات ملايين دولارات تنغير نمرة السيارة هلا بالحشرة؟ شو بدنا نقلكم؟ أنه ما لازم نكب الإعلاميين بالحبس؟ هذا لازم يكون مشروعنا الانتخابي؟ أنه ما تقربوا على الإعلاميين؟ شو بدنا نقلكم؟ أنه التلزيم بيصير بالمناقصات مش بطراضي؟ بديهيات، عم نحكي عن بديهيات، لأنه بعضهم مصرين يردونا لورا، مضطرين نرجع نحكي بالبديهيات. شو بدنا نقول لهم؟ أنه التوظيف بلبنان لازم يكون مبني على معيار الكفاءة وحاجة الإدارات؟ بديهيات. صراحة هيدي ما لازم تكون بالمشروع، لازم تكون تحصيل حاصل، بس لأنهم ما عم بيعملوها مضطرين نحطها. بمشروعنا ما خفنا ناخد خيارات جدلية، لأنه نحن ما منخاف ناخد موقف، ما منتهرب من الأمور اللي بتزعج، اللي بتزعل، يلي بتخلق يمكن ببعض الأوقات جدال. نحن ما منخاف من الجدال، ما منخاف ناخد موقف. حصرية السلاح بالنسبة لنا ولو بدهم يواجهونا عليها، ولا ممكن ولا نهار من الأيام نقبل نتخلى أو نتراجع عن سيادة لبنان المطلقة. إضافة أكيد لحياد لبنان، كرمال تنجاوب على كل يلي مصر أنه يجرنا على صراعات ما إلنا علاقة فيها، مضطرين نأكد مرة جديدة أنه بالنسبة لإلنا حياد لبنان هو الممر للاستقرار، مش الممر للاستقرار هو الاستسلام للسلاح ولا كل شيء اسمه تجاوزات على حساب سيادة دولتنا واستقلال. إضافة لموضوع الحياد، ما خفنا نحكي عن الزواج المدني، ولو هيدا الموضوع يمكن ببعض الأوقات بيخلق جدلية بالبلد. إيه، نحن بالنسبة لإلنا الزواج المدني الاختياري لازم يكون حق للبنانيين أن يقدروا يتمتعوا فيه. إضافة لذلك حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها هي أيضا حق من حقوق الإنسان بلبنان. نحن اليوم تنقدر نوصل هذا المشروع يلي فيه أيضا أفكار تقدمية، فيه إبداع، فيه أفكار بتخلي ننقل لبنان من القرون الوسطى إلى سنة 2018 على كل الأصعدة، على صعيد حياة اللبنانيين، على الصعيد الاقتصادي وإلى آخره. بس هيدا كله بيضلوا شعارات إذا ما كان في رجال حاملين هذا المشروع. نحن برهننا خلال كل الفترة الماضية أنه قادرين نحمل هذا المشروع، قادرين نلتزم فيه، وقادرين يلي منوعد فيه نوفي فيه. بس هيدا بالنسبة لنا متوقف على الأشخاص، متوقف على القدرة بالمواجهة والدفاع عن هذا المشروع. بدي أقولكم أنه بلبنان أوقات وحتى بكل دول العالم الأمور توقف على شخص، لأنه إيه بيقولوا أنه شو فيكم تعمل؟ فينا نعمل إذا عنا الإرادة وعنا الأشخاص يلي مستعدين يوقفوا، وشخص واحد أوقات بيعمل فرق. شفنا مثلا جان العلي، رح أخبركم عن جان العلي لأنه أوقات الأبطال ما بنحكي عنهم كفاية. أوقات هالناس يلي بيوقفوا بين دولة المزرعة ودولة القانون ويلي بياخدوا الأمور بصدرهم وبيخاطروا بحياتهم، هول الناس ما بنحكي عنهم كفاية. جان العلي
هو رئيس دائرة المناقصات. هو هيدا الزلمة يلي وصلت له صفقة العصر قدام عيونه وقرر يرفضها ويردها ويواجه حكومة لبنان يلي عم بتحاول كانت تمرر مشروع ضد مصلحة الملية العامة والشعب اللبناني. مثل ما جون العلية بمكانه حافظ على الدولة وحافظ على مصلحة الشعب اللبناني، نحن بدنا كل نايب بلبنان يكون جون العلية. بدنا كل نايب بلبنان يكون مؤمن وعم بيشتغل، لأنه إيه هيدا الحد الفاصل بين دولة المزرعة اللي عايشين فيها ودولة الإمام. جربتونا وشفتوا بخمس نواب شو قادرين نعمل، شفتوا المواجهات والانتصارات يلي قدمناها خلال السنتين يلي مضيت، واليوم عم نطلب منكم ترجعوا تعطونا ثقتكم كرمال تنكون أكثر ومفعولنا أكبر ومواجهتنا أكبر ونقدر نحقق كل هيدي الخطوات يلي حكينا عنها بمشروعنا. بدي أخبركم خبرية بتبقى بيناتنا، ما تخبروا حدا، أنه بكل جلسة لمجلس وزراء وقتها يجوا بدهم ياخذوا قرار أو بدهم ياخذوا خطوة، نص الوقت بيصيروا يفكروا شو رح تكون ردة فعل الكتائب. بيصيروا الهاجس الكبير عندهم أنه شو رح يجاوبونا الكتائب إذا عملنا هيك، وشو رح تكون ردة فعل الكتائب إذا عملنا هيك، وأنه هي بتقطع وهي رح ينتبهولا هي ما رح ينتبهولا. عيشناهم على نبضنا على مدى سنتين، فرجيناهم شو يعني المعارضة، فرجيناهم شو يعني دراسة الملفات، فرجيناهم شو يعني يكون في حزب بلبنان عم يشتغل بلا حسابات. منو خيفين من شيء، منو خيفين من حدا، همه الوحيد هو الناس، الشعب اللبناني. ما عم بيطلع ولا على مصالحه الخاصة، ما عم بيطلع على حسابات الضيقة، عم بيطلع فقط على مصلحة الشعب اللبناني. هيدي الانتخابات بالنسبة لنا هي انتفاضة الرأي العام. هيدا هو عنوان هيدي الانتخابات. عنوان هيدي الانتخابات هو أنه نقول لكل إنسان بده يتحمل مسؤولية اليوم وبكرة أنه الشعب اللبناني عم بيقشع وبيحاسب بالانتخابات. الشعب اللبناني منه بجيبة حدا. هيدا هو التحدي تبعنا بهيدي الانتخابات. هيدي الانتخابات هي بالنسبة لنا انتفاضة الرأي العام على الغلط، انتفاضة الرأي العام على التبعية. تبعية لأي شكل كانت، بأي شكل كانت. هي انتفاضة بوجه كل سياسة بيعتبر حاله فوق المحاسبة، بيعتبر حاله أنه بيقدر يغير، ينقض وعوده، ياخد ثقة الناس على أساس ويتصرف بعدين عكس كل شيء وعد فيه الناس. كل سياسة بيعتبر أنه الناس أتباع. كل إنسان سياسي أو رجل سياسي بيعتبر أنه الناس بالجيبة. كل رجل سياسي ما بيؤمن بالرأي العام، ما بيؤمن أنه في مجتمع نابض وبيحاسب أنه فينا نقطع البدنية ومنعمل البدنية والناس رح تمشي، وأنه وين في رأي عام؟ أنه الرأي العام بيمشي بالخدمات والرأي العام بيمشي بالمال. هالاستهزاء بالناس. بالنسبة لنا اليوم هيدي الانتخابات هي محاسبة، محاسبة الرأي العام لكل سياسة عم بيستوطي حيط الناس. ما تفكروا نحن منفكر عنكم، ما تحكوا نحن منحكي عنكم. هيدي الدعاية اللي حطوها على التلفزيون من كم سنة، للأسف بدي أقول لكم أنه بالنسبة لهالسياسيين يلي عم نحكي عنهم يلي بيعتبروا حالهم فوق المحاسبة، هيدي قناعة،
ونحن كل حياتنا كنا عم نحارب هيدا المنطق. لكل يلي بيعتبر انه ما في رأي عام بلبنان، نحن بالنسبة لنا القضية بهالانتخابات هو انه الشعب اللبناني يبرهن لكل السياسيين اليوم وبكرة انه ما حدا فوق المحاسبة، وما حدا يفكر انه بيقدر يسمح لحاله يعمل اللي بده اياه، بيقدر ياخذ البلد على المهوار، بيقدر يغير، بيقدر ينقض وعوده، بيقدر ياخذ البلد الى التخلي مثل ما عم بيعملوا صار لهم فتره من دون محاسبه. نحن عم نطلب من الناس حاسبونا ويحاسبون على ادائنا وادائهم، والناس تختار بين نهجنا ونهجهم. لازم كل سياسي يعرف انه هو تحت المحاسبه، خلصنا. لازم كل سياسي يتحمل مسؤوليه اقواله وافعاله. نحن تحملنا مسؤولية أقوالنا وأفعالنا على الشعب اللبناني أنه يكافئ اللي بيشتغل صح ويحاسب يلي بيشتغل غلط. بدي أتوجه للناس وأسألهم، هل كل شيء مسموح بالسياسة صار بال 2018؟ هذا السؤال عم بسأله لحالي، عم نسأله لحالنا نحن ومجموعة كتير كبيرة من الأوادم بهذا البلد. وأنا أكيد كل واحد منكم بكل فترة بيسأل حاله هذا السؤال، أنه هل صار كل شيء مسموح بلبنان؟ هل التخلي عن السيادة صار مسموح ومقبول؟ هل التخلي عن تضحيات الشهداء صار مسموح؟ هل التقلب بالمواقف مسموح؟ هل الفساد والسكوت عنه مسموح؟ هل الإهمال بإدارة البلد مسموح؟ هل الاستخفاف بالملف الاقتصادي مثل ما عم بيعملوا أنه يلا البلد عحفت الفلس احنا منزيد انفاق، يلا من 2017 إلى 2018 فرق 5 مليار صرف زيادة، البلد رح ينهار وهن يلا. هل إفقار الناس مسموح؟ هل تدمير بيئة لبنان مسموح؟ إذا قبلنا وشاركنا بهذا النهج، إذا قبلنا وسمحنا أن السياسة تكون هيك بلبنان، منكون شو نحن؟ شو قلنا عازة نوقف قدامكم؟ ونفوت على حزب ونناضل ونشتغل ونستشهد كرمال تنقبل بهيدا الأداء يلي صار كل شي فيه مسموح. نهار يلي منقبل بهيدا الأداء، نهار يلي منسمح أنه هالأمور هيدي تصير مسموحة، منكون كل شي بس مش كتائب. نحن أخذنا خيار المواجهة، أخذنا خيار مواجهة مع الناس، ومنعرف أنه هيدا الخيار مكلف، وما حدا يفكر أنه ما فكرنا بعواقب ما وقفنا، ما حدا يفكر أنه كل موقف أخذناه بمواجهة هيدي السلطة منا عارفين نتائجه. بس بالنسبة لنا الأهم أنه دايماً نتذكر ليش نحن موجودين بالحياة السياسية، هل موجودين تنخدم حالنا أو موجودين هون تنخدم الناس؟ نحن بالنسبة لنا موجودين هون تنخدم الناس والشعب اللبناني. لهذا السبب ولا مرة ترددنا أنه ناخد كل المواقف المواجهة يلي أخذناها. أنا اليوم بدي أتوجه لكل رجل ومرأة عم بيتفرج علينا اليوم عبر الشاشة، قاعدين أنتو عم تحضرونا نهار الأحد الصبح، بعد شوي رح تروحوا على الغداء وعم بتفكروا بخطاب السياسة اللي عم نحكي، عم بتفكروا بهالمشهد الانتخابي.
أنا بدي لكم شغلة. مستقبل لبنان بين إيديكم، أنتوا اللي قاعدين ورا الشاشة الموجودين اليوم معنا بالقاعة. مستقبل لبنان بين إيديكم. ما حدا يوهمكم، ما حدا يوهمكم أنه القصة أكبر منكم، لأنه هيدي البروباغندا، هيدي البروباغندا أنه لبنان ما بيتغير، هيدي البروباغندا أنه الإنسان اللي قاعد ببيته ما فيه يعمل شيء. هيدي كلها بروباغندا تيقنعوكم ضلكم ببيوتكم، تيقنعوكم أنكم ترجعوا تنتخبوا نفس الناس، لأنه بدهم يقنعوكم أنه ما في شيء راح يتغير. نحن وياكم بدنا نبرهن لكل يلي عم بيراهن على هيدا الكلام، عم بيراهن أنه ما في شيء راح يتغير، تيضلوا قاعد على كرسته، تيضلوا مرتاح، تولا مرة يتهدد وجوده بالسلطة من قبل الناس. بدنا نقلكم أنه القرار بإيدكم بكرة بصندوق الاقتراع. ما عم نطلب منكم تخاطروا بحياتكم، ما عم نطلب منكم تضحوا بمصالحكم، ما عم نطلب منكم تواجهوا، ما عم نطلب منكم أن تخاطروا، عم نطلب منكم أنه وقت تسيروا وراء البردية عم تاخدوا الخيار، تاخدوا الخيار الصح، تنتفضوا على هيدي الممارسة. نحن وياكم أخذنا قرار بأنه ننتفض على هيدي الممارسة. وأنا اللي بدي أقلكم إياه، قادرين تقلبوا كل نتائج هيدي الانتخابات وكل التوقعات، وقادرين أنه تقلبوا هيدا البلد فوقاني تحتاني، كله متوقف على إرادتكم أنتو يلي موجودين ببيوتكم، يلي للأسف بعض السياسيين معتبرينكم أتباع، أنكم تتحرروا من كل القيود وتصوتوا بحسب ضميركم وبحسب قلبكم. وسوا نحن وياكم رح نقول لهؤلاء، اوعى بقى تفكروا ولا لحظه ولا اليوم ولا بكره ولا بعد 100 سنه انه الناس معكم شو ما عملتوا. بدي اتوجه لكل الاوادم، بدي اتوجه لكل الاوادم يلي اخدين هيدي المعركه بصدرهم، رفاق واصدقاء وحلفاء، ناس من كل المناطق بدها تعطي فرصه للحلم بلبنان افضل. المعركه اللي عم نخوضها معركه صعبه، وهذا الشيء كلنا سوا عارفين، لانه عم نواجه منطق، عم نواجه عقليه، عم نقلب عقليه، عقليه قديمه. المعركة اللي عم نخوضها هي ضد قدرات مالية هائلة. بعرف أنه عم بتشوفوا قد ايه عم ينكب مصاري بكل المناطق. المعركة اللي عم نخوضها هو ضد كل قدرات وإمكانيات الدولة يلي عم تتسخر بهيدي الانتخابات. ايه عم نخوض معركة ضد كل أنظمة الدولة يلي عم تستخدم من قبل السلطة بحملتها الانتخابية. وقت يجرجوا القضاة، وقت يجرجوا الإعلاميين على القضاء، عم بيضغطوا وعم بيستعملوا سلطتهم بالانتخابات. وقت يعملوا مشاريع آخر دقيقة يفوقوا عليها ويربحوا الناس جميلة فيها بالوقت يلي صار لهم 10 سنين قاعدين. أما نحن من شو مستمدين قوتنا؟ نحن مستمدين قوتنا من قلوبنا، من إيماننا ومحبتنا بلبنان. نحن مستمدين قوتنا من شهدائنا ومن تضحياتهم. نحن مستمدين قوتنا من الحق، لأنه عارفين أنه عم نخوض معركة حق. مشان هيك نحن ما منخاف، مشان هيك نحن مكملين بالمواجهة، لأنه منا عطلين هم، ولا عم نركض ولا منصب، ولا عم نركض ولا نيابة، ولا عم نركض ولا وزارة. ويلي كانوا عم بيموتوا كرمال لبنان ولا مرة كانوا عم بيموتوا، ولا كرمال معهد، ولا كرمال وزارة، ولا كرمال نيابة. رح نخوض هيدي المعركة أوقات لحالنا إلى جانب كل
الشخصيات والقوى الإصلاحية والتغييرية بالبلد، أوحد كل يلي بيشبهنا. وهيدا اليوم، هيدي المعركة هي معركة مستقبل لبنان. عم نخوض هيدي المعركة باسم جيل جديد. عم نخوض هيدي المعركة لأنه مؤمنين أنه بدنا نأمن لهيدا الجيل مستقبل أفضل، لأنه منرفض نحن نكون بمواقع مسؤولية ونقبل ما نجرب نبني لشبابنا ولأولادنا وللأجيال يلي بدها تخلق بلد أحلى من البلد يلي عايشين فيه نحن اليوم. نحن متسلحين بالحقيقة، متسلحين بالحقيقة، هيدي تربينا عليها ببيوتنا، تربينا عليها من قبل أهلنا، أن نكون أوفياء وشهداء وشهود للحق، ونكون مستعدين للشهادة كرمال الحق. عم نخوض هيدي المعركة انطلاقا من إيماننا أن الشعب اللبناني بيحرز، وهو دايما بيتحدى الصعوبات ودايما بينتفض على الأمر الواقع، مثل ما الشعب اللبناني انتفض ب 14 أذار ويلي خيب له أمله هو تنازلات السياسيين. اليوم مطلوب من الرأي العام يرجع ينتفض، وهالمرة ما يسمع لحدا إلا لضميره، ويحاسب كل سياسي بيخون القضية يلي هو عم يناضل كرماله. وبالنهاية بدي أوعدكم، بدي أوعد كل الناس يلي عم تحلم معنا، وكل الناس يلي مآمنة بالخط النظيف يلي نحن من مسنا، بدي أوعدهم أنه رايحين بمعركتنا للآخر. وهيدي المعركة اللي رايحين فيها على الآخر ما رح نتراجع فيها، ما رح نساوم فيها، ورح ننتصر فيها. يعطيكم ألف عافية.